استفادة سياسية وإجراءات محفزة في الدولة. هناك استفادت المرأة الإسلامية كما غيرها من النساء من هذه الإرادة، ترجمتها إجراءات التمييز الإيجابي. انطلقت بالكوطة 10 أو المحاصصة، نظام المحاصصة 10% في الانتخابات التشريعية 2002 ومكتسبات مدونة الأسرة سنة 2003، إقرار قانون الجنسية ثم التدابير للرفع من التمثيلية النسائية على الصعيد السياسي وداخل المؤسسة القضائية وفي الإدارة والقطاع الخاص. قدمت تحفيزات لتمكين المرأة من مناصب المسؤولية وتطوير تأنيث الوظيفة العمومية. وللتمكين السياسي تم التنصيص على اللوائح الإضافية في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 للمساهمة في تدوير الشأن العام ووضع السياسات العمومية. انخرطت الأحزاب أيضا لمواكبة هذا الخيار، وقد أحرز تقدم ملحوظ يتطور عدد النساء في الجماعات الترابية ليبلغ 255 مقعدا من أصل 678 في مجالس الجهات، أي بنسبة 38% أخواتي الكريمات. إذن 38% الآن هي نسبة تمثيلية النساء في مجالس الجهات، بمعنى أن المرأة صارت تقرر في برامج العمل في الجماعات الترابية وفي برامج التنمية، صارت تقوم الميزانيات المخصصة لتنمية الجهة، بمعنى أن فعلها أصبح يعني مؤثرا في المجال الترابي.